صباح الخير عليكم، نتمنى ان شاء الله اموركم تكون غاديه كلها بخير وعلى خير. واش كون بحالي صباح على هذا الخير ما شاء الله. الحريره المغربيه الوليده وعسيله المخمر الزميته، المهم علاش ما حليتو فمكم. المهم اليوم نهار جديد او فلوج جديد كما كتشوفوا غادي نديكم معايا مدينه مكناس. الناس اللي توحشوا مدينه مكناس هذا الفلوج ليكم، كيف ما توحشت انا. تبارك الله مدينه مكناس كتبقى واحد المدينه اللي زوينه بزاف، واللي مشى ليها تيبقى متفكرها. هذه الهديم اولا الحفره هنايا، درت لكم واحد الدويره خفيفه على ما نوصلوني للباركينغ. وشوفوا لي تبارك الله الطبالي ما كانوش صراحه. الله يلا هذا العام في الصيف يلا كنت شفتهم كيحطوا فيهم كاع داك الحلوه القديمه، عرفتي بقيت شحال داكشي زعما ما شاء الله زوين، وكتفكروا به الذكريات هكا ديال الصغار وداكشي راكم عارفين. المهم بغيت غير نصور لكم ونصور لراسي نيت مره نرجع لهاد الفيديو. هذا مكان خديناه كياشي شي شويه من كل حاجه، عطينا الوليدات وراكم عارفين تقولوا لهم هادشي اللي راه قديم نانانينا نانا. المهم نرجع للفيديو ديالنا كما قلت لكم. هنايا السكاكين وما ادراك ما السكاكين اللي تلقاي فيها كاع داكشي اللي تعجبك، كاع داكشي اللي تيبغي الواحد من البيجامات الحوايج المهم اللي بغيتي. انا غنطلع لكم القيصريه ديال الذهب، نضربوا فيها دويره حتى هي ونشوفوا شنو كاين الجديد ونرجع لكم من بعد. بعد ما سالينا الجوله ديالنا في المدينه وشفتوا هكايا الجديد في الذهب، وصلت وقيت الغداء بطبيعه الحال، وكان عارض علينا الاخ ديالي والزوجه ديالو اللي كنقول لهم شكرا بزاف من المنبر اللي تبارك الله كبروا بينا، وكنقول لهم شكرا بزاف ضربوا لي على هذا الطاجين المغربي السوسي اللي كان بنين بزاف. كنقول لمرت خويا تبارك الله عليك. وهنايا الديسير بالكلاص. المهم العراضه كانت زوينه بزاف، فرحنا وتجمعنا العائله راكم عارفين. هذا مكان ونعي واحد تشيز كيك ديال الاوريو اللي كان بنين بزاف. المهم كل شي كان
على حقه وطريقه. من بعد ما تغدينا ارتحينا شوية، مشينا الكومبلكس البركة اللي غنجيب لكم، تا هو فيها دويرة في هذا المركب السياحي قريب للدار ديال خويا، وكنا نضربوا فيه دورة، يمشيو الدراري الصغار يلعبوا. راكم عارفين في الدراري الصغار داروا كيخصهم يلعبوا. وهكذا كانت دازت العشية ديالنا، أولا نقولوا النهار ديالنا لأن بقينا تلاش من وقت هنايا. رجعت لكم، وكان اليوم الثاني اللي غادي نشارك معكم هنايا فيه الدجاج المحمر ديالي وايده، اللي كيجي رائع بحال ديال العراسات وحسن. نخليكم مع المقادير، الثومه والملح مع الثومه مع سميتو الحامض، اللب الحامض، الحامض المصير والزعفران والشكنجبير، شويه ديال البزار، ندير دابا شويه الهريسه، درتي حتى الحامض هنايا الحامض كيفما سمعت. المهم انا لقيتها بداتو، داكشي علاش قلت لي غير هكايا بالمقادير هكايا غير بالفم. بالحق نعاودها لكم المره الجايه في وصفه ان شاء الله يعني كامله مكموله ان شاء الله يا ربي، نديرها لكم على حقها وطريقها والطريقه ديال الوالده. المهم نقول لكم طريقه هكا غير شفويه، كتشد الربيع كديرو مع الثومه كدقهم مزيان في المهراز مع شويه ديال الملحه، غير شويه حداجه مرقد مغسول وكلشي يعني مالح، حداجه كتدق داك الربيع مزيان مع الثومه وتديرو في الطنجره، وتزيد عليه ديك ساعه الخرقوم والزعفران، شويه ديال السودانيه هي قالت لها هذه تاع الحق السودانيه هذيك، السكنجبير واللب الحامض، كتخلطو بشويه ديال الماء وتشرمل داك الدجاج ديالها مزيان من الداخل. هنا خلاتو حتى غير داك الماء ديالو، باش الماء ديال شرمو ولا ما دارتش الماء كثير، وكتقلبه مره هكا باش يتحمر وياخذ اللون مزيان. عاد من بعد غادي تزيد البصله. بالنسبه للبصله دارت غير شي شويه هكا في الاول، الماء ما تديروش الوالده، كتخلي غير داك البصله كديرها كثيره كيف ما كتشوفوا، كتقطع على هذا الشكل ما كتشنفهاش هكا، كتجيب واحد الغميره اللي رائعه كيف ما شفتوا. دارت غير شي شويه، من بعد غادي تزيد تذوب، عاد ديك الساعه تزيد هذاك النص الاخر باش هكا ما تذوبلهاش كلها، تبقى شي شويه صاينه باش تعطيها واحد الغميره اللي زوينه. صافي كتسد عليها وتخليها حتى داك الماء، هاد المره غير ديال المرقه، غير ديال هاد المرقه بغيت نقول لكم، غير ديال البصله ماشي الماء، ما كتزيدش الماء كاع. صافي هنا ملي حيدات داك الدجاج خلاتو يستقطب، كتبقى تحرك في ديك المريقه، تحرك فيها في ديك الدغميره، كتولي على هاد الشكل، ما تضيف لها حتى شي حاجه اخرى. اللي بغى يضيف القرفه يديرها، تيبقى على حسب كل واحد، كاين اللي كيضيف شويه ديال سنيده، كيضيف شويه ديال العسل، هي ما كتضيف حتى شي حاجه، كتبقاي تديها وتجيبها هكا صافي. بالنسبه لها التخليطه اللي دارت شويه ديال الهريسه، شويه ديال التحميره والزبده، اللي بغى بلاصه اللي بغى الزبده يعوضها بالسمن يعوضها، هي ما كياكلوها لاش في الدار، داكشي باش دارت غير الزبده هكا بحراره المطبخ صافي. وكتبقى هكا يدهن الدجاج ديالها كامل، ومن بعد دخلهم الفران يتحمروا. بالنسبه للتخليطه كل واحد كيدير ليها، المهم هذه الطريقه ديال الوالده. هنايا من بعد ما
ما طاب كلشي من بعد ما وجد الدجاج ديالنا. شوفوا الدغميره كيعاقده واقفه صراحه، كتجيب بنينه بزاف، مذاق خطير. بالنسبه للملحه البنات ماشي نسيتها في الاول، ما نسيتهاش هي، راه قلت لكم في الاول كاع دارت واحد كتدق واحد شويه مع الربيع والثومه، ولكن راه ما كتزيدش من بعد، ما كتزيدش باش ما تجيش داك الدغميره مالحه بزاف. صافي غير داك الشويه اللي كدير، والدجاج الدجاج تبارك الله راه مالح في الاول مغسول وكل شيء. هذا ما كان، صافي الدجاج ديالنا هنا كان وجد، كيجي فن فن فريمون، راه شتو دابا راه شهاني ما نقول لكمش. هنايا ما شاركتش معكم الطريقه ديال الصفه، صفه كاي ديال الكسكسو اللي كتجي زوينه بزاف حلوه بالنسبه لي راكم عارفين، كتجي بنينه بزاف. ان شاء الله شي مره نشاركها معكم في شي فيديو. المهم هذا كان غدانا، هنا الشلايضه ديالنا اللي كنصوبت انا واختي كتجي زوينه بزاف، درناهم هنايا طبقات، كتجي زوينه بهاد كتجي زوينه هكا، كتعجبنا هكا يا مخلطه، لان داك المذاقات كيتجانسوا بعضياتهم كتجي رائعه. المهم ومن بعد هنايا البايله، كان الوالده عندها شويه ديال السيفود او لا لي فخوي دماغ، ودرنا بها شويه فليفله والرز، كتجي بنينه بزاف. هذا هو التقديم النهائي ديال الدجاج ديال الوالده، خليو لنا التعاليق ديالكم قولوا لي كيفاش جاكم. ان بطبيعه الحال غادي تقراهم وتشوفهم. الصلاه ديالنا جات بحال هكا، كديت هي بنينه بزاف، درنا لها مايونيز هكا من الوسط. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم واللايكات ديالكم اللي كيفرحوني بزاف بزاف، تهلاو لي فراسكم بزاف، ومنتسناونا الفيديو الجاي ان شاء الله. من هنا لتما كنقول لكم السلام عليكم.